ده الشخص اللي مكتوب عنه في الكتاب في عبرين 2 14 و15، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانت كل حياتهم تحت العبودية. تعرف أن كل إنسان بيتولد خاطي وبيعمل خطية، لكن الرب يسوع لم يولد خاطي ولم يفعل خطية، عشان كده هو اللي أباد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، وهو اللي هيخلي أفواه المؤمنين تمتلئ بهذه التسبيحة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ شوكة الموت هي الخطية وقوة الخطية هي الناموس، لكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح.